السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ ربنا يديكم كله خير. النهارده طبعا زي ما عودتكم لازم نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل شنطه من ورق الفوم المطفي. اول مره اعمل معاكم الفيديوهات من الورق ده بس، وهنزينها بعيون متحركه، وهنحط فيها ده اللي هو الكبسيل الابسين ده، وهنعمل بيها شريط الستان. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنعوز مسطره شمعي كمان، ماشي؟ هنعمل كده، ماشي. والجوانب بتاعتنا هنعملها بورقة فوم بيضة، ماشي؟ اهو كده. يلا بينا نقيس الاول على الجوانب، ماشي؟ معايا هنا ورقة فوم بيضة، هنقيس عليها. اهو لازم الحركة دي عشان تبقى ليها جوانب حلوة، ماشي؟ يلا نقصها. احنا بنقص طبعا، ده مش ورق مطفي، ده ورق جليتر، بس هو مش الورق بتاعه مش بيبقى جامد قوي، وبيبقى هادي. اهو هنقيس على مقاسه برضو. هي هنا تقريبا اهو. هناخد المقص، انا مش بحب الشنط بقى بالغليتر عشان الجزر بيقع، البرق اللي على الورق بيقع فمش بحبه. ولو عايز انت ثبتوا رشه بسبراي، بس انا جربته مره بس مش مشكله. اهو الاثنين مقاس واحد بالظبط، هنقص ثواني. يلا بينا نلزق. اهوت يا صحابي الزقها، مش هتبقى جميله. هنقص الشمع ده، هنقصه بعد ما دي تنشف على طول. شوفوا الطريقة سهلة ازاي. لو عايزين شنط بطرق مختلفة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، هعمل لكم. هلزق بقى الناحية التانية شبهها بالظبط وارجع لكم. وكده يا اصحابي لزقناها، هنقص بقى دولت. اهو
هو الجميل. هنعمل بقى الحركة دي، لازم تكون تتعمل اللي هي التانية دي عشان الشنطة تقدر انها تقفل. هنحط بقى اللي هو الأبزيل ده، هنحطه ونصبر عليه جامد، ما نقفلش الشنطة غير لما يقفل تماما، يلزق تماما يطلع بالفوق. مش هنفتحها دلوقتي خالص الشنطة. جامد اهو. وبعد كده نقيس على اللي هو نعلم كده، هنلزق دي. شوفوا انا اتكيت جامد، اتعلم لي. هنلزق بقى تمام. تبقى هنا رخمة. هنسيبها تنشف وارجع لكم. اهوت يا صاحبي لزقتهم وسبتهم ينشفون قليل. هنلزق بقى اللي هو ده خيط الستان، بيبقى في ناحية لامعة وناحية مطفية. احنا هنلزقه على الناحية المطفية عشان يبقى شكله حلو. اهو رجعت لكم يا اصحابي بعد ما لزقتهم. هنزينها بقى بالعيون على حسب اختياركم. ماشي، هنا يا هنا، هنخليها هنا احلى تبقى شيك، يبقوا قريبين من بعض كده. هنعملهم مظبوطين ومش معوجين. ممكن بقى لو انتوا عايزين ترسموها رموش او حاجه، بس الرموش لازم يعني ايه كده. انا عايزاها كده، ما هو في عيون، لو مش متوفر عيون ممكن رموش ترسموا رموش وعيون لنفسكم، لكن في متوفر في عيون. لو كانش متوفر كذا انا عملتها لكم. ولو عايزينها بالرموش اكتبوا تحت في الكومنتات. اهو حبلها طويل وتنفع شياكه جدا لاي بنوته صغيره، طفله صغيره، حسب لون فستانها بتاع العيد او فستانها بتاع حفله. لو بتاع حفله ممكن تكون سمراء او تكون عليها براء، بس هي كده جميله وشياكه. لو عايزين تزودوا عليها تفاصيل ثانيه زودوا، ولو مش عايزين ما تزودوش. هي شنطه رقيقه وشياكه وطريقتها سهله جدا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا عجبتكم الفكره. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصيبكم كل ما هو جديد، ويشوفكم الفيديو الجاي. سلام.